كنت نتاسف بزاف اللي ما حدث اليوم، هذه الفاجعه اللي وقعوا فيها واحد العدد ديال النساء بسبب التدافع وبسبب الازدحام اللي وقع بالمساعدات اللي حنا كنقوموا بها كل سنه. وهذه السنه تفاجئنا بواحد العدد كبير، رغم اننا كنا على اتم الاستعداد يعني لهذا الحدث، ولكن العدد فاق، يعني العدد ديال الحضور فاق العدد ديال ربما الاخوان اللي قاموا. شحال يكون ديال العدد؟ نعم سيدي. شحال يكون ديال العدد؟ ما عرفتش شحال يكون. العدد عدد كبير، حنا في بدايه بدينا 1500 طلبه في الصباح، يلا وصلنا تقريبا شي 1000 ولا 1200 ولا 1500 تقريبا بالضبط، ما عنديش يعني فوق ال 1000. وقع الحدث لان التدافع الاخوان ديال الدراك والاخوان ديال القوات المساعده كانوا في نقطه ديال الدخول، انا كنت في نقطه ديال التوزيع. فهاد النقطه هذه خلات الناس ربما كيظنوا ان العدد اللي كاين ما غاديش يكفيهم، كل واحد كيظن انه غيسبق باش ياخذ، ربما هذا هو السبب اللي خلى التدافع. وحتى وقعت الفاجعه. ما عادش وقعت الفاجعه؟ الفاجعه وقعت تقريبا حوالي 10 ونص ل 11، يعني ما بين 10 ونص ل 11. العدد ما عرفتش شحال العدد اللي ما عنديش شي خبر تقريبا لحد الان. ودابا غتكمل هذا لا ما يمكنش نكملوا حتى نعرفوا الاجراءات اللي غادي تتم، وحتى ناخذ الاذن مره ثانيه كما خديناه في المره الاولى. ما يمكنش حنا نديروا شي حاجه بغير اذن ديال الناس والسلطات، لانه الا ما كانش داك الشيء يعني نخططوا له وكان مسموح به ما نقدروش. فاحنا الان متوقفين حتى ملي تيجيو الناس، ملي تيجيو الناس من جميع الناس اللي راه ملي كتشوف العدد راه بالطبع غادي تعرف جميع الناس. هادشي راه ماشي يعني اول مره كيدار باش يجيو هذا العدد، هذا دليل على انه معروف ومعلوم لدى كثير من الناس. وفي كل سنه كت شحال من سنه تاتا؟ تقريبا حنا اكثر من 5 سنين ولا 6 سنين، ولا حنا بدينا بداية إلى جيت نقولوا بحال 8 سنين ولا 7 سنين بدينا، ولكن أسسنا بدينا غير شكل مصغر على المدرسة ديالنا، ولكن العمل ملي خرجناه للوجود بدينا عن طريق الجمعية ديالنا في 2013. شكرا. وهاد الناس اش تقول لهم الناس على هادشي اللي تيقولوا اللي تيروجوا ديال هاد والناس الله يهديهم. دابا راه كتعرف الناس كيتكلموا بزاف وتيهضروا بزاف، ولكن الحقيقة راه دائما كتلقى يعلى ولا يعلى عليها. فاحنا النوايا ديالنا الحمد لله سليمه، والناس تعرفونا من كبير وصغير، وحنا الحمد لله معروفين لدى الخاص والعام. النوايا ديالنا راه معروفه، ما عندناش لا اهداف لا والو، حنا كنقوموا بهذا العمل لمده انطلاقا من حبنا وانطلاقا من سنه امير المؤمنين اللي هو كيحب الضعفاء وكيحب الناس وكيساعدهم. فاحنا دائما كنستنوا بسنته. الحمد لله ما كنحسش بالتقصير في هذا الباب هذا، لاننا قمنا بما يجب القيام به. الحمد لله الباريار تنزلوه، الجندارم، المخازنيه، الطلبه، كاين عندنا المكان المتسع فين يمشوا الناس وفين يدور، يعني ما عندناش الحمد لله شي تقصير في هذا الباب نهائيا. اللي وقع هو العدد كان اكبر مما نتصور، والناس ما تنظموش، والناس كانوا كيظنوا انهم سبقوا باش ياخذ، كل واحد كياخذ. وحنا عينا يعني نقولوا للناس راه كلكم غادي تاخذوا، ولكن لا اله الا الله. على العموم حنا كنرحموا كنعزيو هذوك الاسر، وكنتاسفوا معهم وكنتالموا معهم، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم وان يجعل لذويهم الصبر والسلوان، وان يعني يسكنهم فسيح الجنات. وانا لله وانا اليه راجعون. اسال الله عز وجل ان يجزي كل من قام بعمل خيري، ولا ان يجزي للقائمين لا السلطات والناس اللي قاموا بالواجب ديالهم وضحوا معنا، وحنا شفناهم كيفاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.